نروح لمنتخب مصر لكره اليد واللي هيواجه نظيره السويدي وديا للمره الثانيه النهارده، ده في اطار الاستعداد لاولمبياد باريس 2024 والمقرر ليها الفتره من 26 يوليو الجاري لحد يوم 11 اغسطس المقبل. انتهت المباراه الوديه واللي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء بالتعادل 32-32، ووصلت بعثه منتخب مصر لكره اليد الى السويد صباح الاحد علشان يدخلوا في معسكر مشترك مع المنتخب السويدي. طبعا المعسكر ده هيتخلله وديتين مع صاحب الارض استعدادا لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. وكانت بعثه منتخب مصر الاول لكره اليد عادت للقاهره قادمه من سلوفينيا في الساعات الاولى من صباح الاربعاء قبل الماضي، ده طبعا بعد التعادل امام المنتخب السلوفيني بنتيجه 27-27 وديا. وتوجه منتخب اليد من كرواتيا الى سلوفينيا الاحد بعد الخساره من المنتخب الكرواتي بنتيجه 36-29 السبت قبل الماضي. من منتخب اليد نروح للمنتخب الاولمبي واللي بيستعد للمشاركه في اولمبياد باريس، امبارح لعب مباراه وديه امام المنتخب العراقي وفاز 2-1 في اللقاء اللي اقيم بمدينه بوردو الفرنسيه. سجل هدفي منتخب مصر الاولمبي ابراهيم عادل في الدقيقتين الثانيه وال65، وسيطر منتخبنا الاولمبي على اغلب فترات المباراه وكان في اكثر من فرصه خطيره على مرمى المنتخب العراقي، لو نجح لعيبه منتخبنا في ترجمتها الاهداف كانت النتيجه كمان هتخرج باكثر من كده لصالحنا باكثر من هدفين. تشكيل منتخب مصر الأولمبي في ودية العراق كان كالتالي: في حراسة المرمى حمزة علاء، في خط الدفاع عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس، أما عن خط الوسط فمحمد النيني، محمد شحاتة، أحمد قطة، وكمان في خط الهجوم إبراهيم عادل، أحمد مصطفى، زيزو، أسامة فيصل.